كنا ناس كانت شعلة حماس، بس الشعلة انطفت والأحلام اختفت، ومع الأيام بقوا عايشين والسلام. كان فينا زمن شغف ومع الأسف اتنسف، ولا سايبين بصمة في حاجة، يدوب قلدنا اللي سبقنا، وبنتحجج ونقول هذا ما وجدنا عليه أبقنا. فين نفسك فين نفسك، دور هتلاقي نفسك وصالحها رجع لها. هي ترضى انت تهدى، بس هي هترضى امتى لما تعيش حلمها. الفرص والتهديدات، كلمتين لما بنسمعهم كده بنحس ان هم حاجات خارجة عن ارادتنا، ملناش ايد فيهم. الفرصة هتيجي لوحديها والتهديد هيجي غصب عننا، واحنا لا حول لنا ولا قوة. النهاردة هنفهم المعنى الحقيقي لكلمة فرصة وكلمة تهديد، وازاي نقدر نتعامل معهم. أداة علمناها في علم الإدارة بنستخدمها وإحنا داخلين على أي مشروع أو أي تحدي جديد، اسمها SWOT Analysis. هي عبارة عن 4 حروف، الحرف الأول هو الـS، الحرف الثاني هو الـW، الحرف الثالث هو الـO، الحرف الرابع هو الـT. ترجمتهم إيه بقى؟ الـS معناها Strengths، نقاط القوة، والـW معناها Weaknesses، يعني نقاط الضعف، والO معناها الأوبرتيونيتيز أو الفرص المتاحة قدامك، والT معناها الثريتس أو التهديدات. لما بنيجي داخلين على أي تحدي في حياتنا أو أي حاجة بتقابلنا، مهم جدا نعرف إيه هي نقاط القوة اللي موجودة عندنا. لو أنت النهاردة رايح تقدم في شغل أو رايح تقدم في كلية أو رايح تقدم على أي فرصة أنت شايف إن هي مناسبة ليك وهتفرق في حياتك، لازم تسأل نفسك الأول، ايه النقاط اللي موجودة عندي تؤهلني للفرصة دي؟ ايه نقاط القوة اللي موجودة؟ فنمسك نقاط القوة ونبص عليها ونشوف هل هي مناسبة فعلا للحاجة اللي قدامي دي ولا لا. وابتدي اشوف بقى، والله هل انا دارس التخصص ده؟ هل انا عندي خبرة فيه سابقة ولا لا؟ هل انا عندي الكومبتنسز او الجدارات اللي ممكن تؤهلني ان انا اشتغل الحاجة دي؟ وهكذا. وبعدين أبص على نقاط الضعف اللي عندي، أو ممكن بحب أقول عليها نقاط التطوير، لأن هو الغرض من إن أنا أحط النقاط دي كلها قدامي إن أنا أشتغل عليها وأطورها. وابتدي أشوف إيه الحاجات اللي نقصاني، إيه الحاجات اللي مش موجودة، إيه الحاجات اللي ممكن تخليني معرفش أخد الفرصة دي. ببساطة جدا، نقاط القوة ونقاط الضعف بتاعتك هي اللي بتنعكس على الفرص والتهديدات اللي بتبقى قدامك. كل ما زادت نقاط القوة بتاعتك، كل ما كان قدامك فرص اكتر، كل ما كان عندك مهارات اكتر، كل ما انت مؤهل ان انت تغتنم فرص اكتر بكتير. ونقاط الضعف بتاعتك ببساطة هي اللي بتمثل التهديدات. اي نقاط ضعف موجودة عندك هيبقى قدامها تهديد. تعال نمسك مثلا، لو انت راجل ما بتعرفش تكسب فلوس بشكل كويس، انت اكتر واحد هتتأثر بالازمة الاقتصادية وهتبقى بالنسبة لك تهديد. لو انت بني ادم بنيتك مش قوية او مش قوي بشكل عام، فانت اكتر واحد ممكن تتعرض للاذى وانت ماشي في الشارع، او التنمر او الاعتداء من اي اشخاص، وهكذا. كل ما كانت نقاط الضعف بتاعتك اكتر، كل ما كانت التهديدات اللي عليك اكتر. فما تبصش ابدا على التهديدات والفرص على ان هي حاجات جايه غصب عنك، هي انعكاس لنقاط القوه بتاعتك ونقاط الضعف. التطوير من نفس عمليه مستمره، فكره ان انت طول الوقت تبقى واعي كويس لنقاط القوه بتاعتك ونقاط الضعف، ودايما بتشتغل عليها، ودايما بتحط جدول وتقسم السنه بتاعتك، انا ناوي النهارده او السنه دي اطور من نفسي في انهي جزء، ناوي اخلي انهي جزء كان عندي ضعف يتحول لنقطه قوه، هي دي بس الطريقه الوحيده اللي هتفتح قدامك طرق مختلفه للنجاح وفرص اكبر. Thank you.
في بينا ناس كانت شعلة حماس، بس الشعلة انطفت والأحلام اختفت، ومع الأيام بقوا عايشين والسلام. كان فينا زمان شغف ومع الأسف اتنسف، ولا سايبين بصمة في حاجة يدوب قلتنا اللي سبقنا، وبنتحجج ونقول هذا ما وجدنا عليه أبقنا. فين نفسك فين نفسك، دور هتلاقي نفسك وصالحها رجعنا. هي ترضى انت تهدى، بس هي هترضى امتى لما تعيش حلمها.